ظهر مصطلح الأنهار الطائرة في مطلع القرن الجديد. يحلق أحد هذه الأنهار فوق قارة أمريكا الجنوبية. مصطلح النهر الطائر غير مألوف لأسماعنا، ويحيلنا على الفور إلى جريان مائي كبير في الهواء، تماماً كما يحدث على الأرض. ولكن بينما تتكون الأنهار على الأرض من الماء السائل، تتكون أنهار السماء من بخار الماء. أول من استخدم مصطلح الأنهار الطائرة هو عالم المناخ خوسيه مارينغو، الفائز بجائزة نوبل عن إسهاماته لعشرين عاماً في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، كما قدم دراسات عديدة حول المناخ في قارة أمريكا الجنوبية. من خلال صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية لدراسة بخار الماء، لاحظ عالمان أمريكيان أشرطة يبلغ طولها آلاف الكيلومترات. هذه النطاقات التي كانت مرئية لعدة أيام متتالية تتكون من بخار الماء، وأطلقوا عليها اسم أنهار التروبوسفير. تحمل الأنهار الطائرة الماء من أحد أطراف حوض الأمازون إلى الطرف الآخر، ولهذه الأنهار مئات المليارات من الروافد، وهي الأشجار التي نراها من حولنا في الغابة. تختلف صفات البخار قليلاً عندما يأتي الماء من المحيط أو من الأشجار. يتألف جزئي الماء من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين واحدة. إذا نتج بخار الماء من النتح من الأشجار، ستحتوي ذرة الأكسجين على نظير الأكسجين 16، وإذا جاء البخار من المحيط ستحتوي على نظير الأكسجين 18. تتعرض الأشجار في الغابات الاستوائية للكثير من الأشعة الشمسية، ومن هنا تبرز أهمية التعرف على ظاهرة النت. التمثيل الضوئي هو العملية التي تستغل الطاقة الشمسية في صناعة السكريات من ثاني أكسيد الكربون المأخوذ من الهواء ومن الماء المسحوب من الجذور. هذا التفاعل البيوكيميائي ينتج الأكسجين. تلجأ أوراق الشجر إلى النتح للمحافظة على توازنها الحراري، كما يفعل البشر عندما يتعرقون. هذه المعجزة الطبيعية موجودة في كل الأشجار والنباتات. نرصد في كل يوم نبض الحياة في الغابة، ونستطيع قياس التدفق الفردي لكل من تلك الروافد على الأرض إلى جانب قياسات تدفق العصارة، ونستطيع قياس الكمية الإجمالية والتدفق الكامل للنسيج الوعائي باستخدام أدوات خاصة على هذا البرج. النتح عند الأشجار معروف، لكن ما اكتشف مؤخراً هو الكميات الهائلة من الماء الناتجة من هذه العملية. وفقاً لحسابات أنطونيو نوبري، فإن غابة الأمازون المطرية تضخ في كل يوم ما يعادل 20 مليار طن من الماء في الغلاف الجوي، مقارنة مع 17 مليار طن من الماء يصبها نهر الأمازون، أكبر أنهار القارة في المحيط الأطلسي. ليو، الغابة المطرية تنتج كميات كبيرة من الماء بفضل هيكلها ثلاثي الأبعاد. تحتل الشجرة متراً مربعاً واحداً من الأرض في قاعدة جذعها، وإذا أضفنا الأوراق في جزئها العلوي ستتجاوز المساحة 150 متراً مربعاً. إذا قارنت التبخر من هذا الهيكل ثلاثي الأبعاد مع محيط أو بحيرة أو نهر، ستجد أن متراً مربعاً واحداً من الماء يتبخر إلى متر مربع واحد من الهواء. هل يعني ذلك أن الهكتار في الغابة أكثر كفاءة من الهكتار في المحيط من حيث تبخر الماء إلى الهواء؟ بالضبط، هذه المقارنة بين التبخر داخل الغابات وفي المسطحات المائية ليست شائعة، ويجهلها الكثيرون، لكنها تظهر دور الغابة في التأثير على المناخ.